غير مؤخرا تاعكم، بغيت نعطي الكلمه لخوتي المجيد ولا عبد الناصر ولا عليكم انتم، ما غنطولوش في هذا اللايف. اللي بغينا نقول لكم انكم بديتوا واحد المرحله، اول مغني اللي هو القيصر بيفور، الحفله ديال بيفور انتهت ونجحنا فيها، جاءت الامتحان العسير وهو هدم هدم. انا والله لبقى فيا كاضي بكل صراحه، ما متعودش نتعلم او نتكلم بهذا الاسلوب، ولكن الحرقه وانه بقى فيا كاضي مصاير وكانه شي واحد ميت وكيغني بطريقه بارده، تجاوب بارد، لانه شكون اللي كان شكون اللي كان كيعطي هذه القيمه لهذه الموازين؟ شكون؟ هما الناس ديال سلا وديال الرباط، خوتي سلا والرباط كنقول لكم تحيه كبيره لكم، اقسم بالله العلي العظيم احترمكم احترمكم احترام ما عندوش حد. نبوس لكم راسكم، نبوس لكم رجليكم، واحد 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 فينا في الصفحه كيحيي الناس ديال الرباط والناس ديال سلا اللي قابوا واحد التعبئه كبيره، عملوا فيديوهات شجعوا بعضياتهم وقرروا انهم ما يمشيوش للموازين. تحيه كبيره لاي واحد فيكم. غنعطي الكلمه لخويا مجيد، لخويا عبد الناصر، لخويا امين ورش، لخوتي لاميا اللي كان عندنا واحد الفرحه في الجروب اللي دايرينه، حنا كنتواصلوا مع بعضياتنا، كاين واحد الفرحه كبيره انه واخيرا انه الشعب المغربي. يا ربي شنو هذا الشيء اخوتي، شنو هذا الشيء؟ انا ما كنقراش المقرا، غنحيي التعليق، راه ما نقدرش نقرا، راه هو حق الله العظيم ما قدرناش نصبروا على هذه الشوه هذه اللي وقعت في الموازين. حاله يرتلها، حاله من 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 الحزن عند المنظمين ما عندهاش مثيل. شفتوا ملي كتقولوا لا نغيروا، هاد التغيير من هنا، هذه ضربه قاضيه لكاع الشركات اللي مقاطعين، ضربه قاضيه الموازين. هاد 8 ايام هذه غتوقع مشكله، غيوقع زخم اعلامي كبير من الار تي ام ودوزيم، غيوقع تصوير بطريقه عشوائيه يعني بطريقه متقنه باش يوريكم كاين حضور. واكد لكم من الناس اللي حضروا مباشره تما وشافوا بعينيهم الحضور ضعيف، فيديوهات اللي توصلنا بهم، الصور اللي توصلنا بهم، طلبنا من الشباب انهم يصوروا بطرق مختلفه من الفوق من التحت باش ناخذوا الصوره الحقيقيه، باش ما يكذبوش علينا هذا الاعلام المرايقي، الاعلام الرسمي باش ما يكذبش علينا. غادي نعطي الكلمه، كنتمنى انه يكون الشباب معنا. امين 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 امين. مجيد خويا مجيد مجيد يا الحبيب، كنشكر واحد والله العظيم كنت كنفرح قبل ما كتنجح مثلا يطيح. تفضل خويا مجيد. واك حنيني. تحيه تحيه للمغاربه بزاف بزاف، من الشرق للغرب، من الشمال للجنوب، تحيه كبيره بزاف بزاف لمغاربه العالم. بارطاجي 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 الخوت كيفرحوا معاك، لان اليوم هو اليوم نهار العيد الكبير. حنيني احنا بديتو غير المقاطعين، والله الا واعري المغاربه خطا، الا بغيتي ترفد ضد مع المغاربه، الا بغيتي ترفد ضد مع المغاربه، وحنا هما اللي نتضابوا، احنا هما اللي والله العظيم خويا مجيد، واحساس رهيب اقسم بالله، لانه دابا المشكله قافيه الكاظم الصاير خوتي، راه اللي بقى فيا ماشي شي واحد اخر، كاظم الصاير اللي كنحترم وعارف القيمه الغنائيه ديالو والكارير ديالو، مع احتراماتي الناس اللي ما كيحبوش واللي كيحبوه، ولكن راه شوها بكل المقاييس اللي كتشوف. كنعاود نقولها لكم، اكبر شوها كيعرفها مهرجان عالمي اللي هو مهرجان موازين، هي هذا العام هذا اكبر شوها كيعرفها، وكان القيصر كاظم الصاهر عنده ميته ولا كيغني في عيد ميلاد، بضع مئات من الحضور اللي هما شوف ما كيهمونيش هاد العدد اللي حضر، ما كيهمونيش، راه بعض المئات. هاد الشيء قارنوه بالسنه اللي فاتت للملايين، كانت كتوصل للمليونيه، وكانوا كيوصلوا الملايين ديال الناس اللي كيحضروا ليهم. شوفوا الان شوها بكل المقاييس، كنقول لكم زيدوا بارطاجيو اخوتي. سي مقاطع والاعلام راكم كتكذبوا علينا، عندنا صور كتبين من جميع الاتجاهات. يا خويا كاينين فيديوهات توثق بانه الحضور في سلا زيرو، ولاد الشعب في سلا ما كاينينش، في الرباط كاين حضور لهذا كاظم الصاهر اللي كنبغي ناكد بانه المغاربه دخلوا لجميع المغنيين في الصفحات الخاصه. شكون هو ذاك البروش هذا؟ وداروا لهم بزاف ديال الصور. شكون هو؟ شكون هو؟ ولكن هما بقاو مقررين انهم يجيو
كنقول لهم مرحبا بكم في المغرب المداويش. وقول شغلك ولد بلادك. خوتي ما كيهمنيش حاليا انا دابا حاليا هما راه يسمو فيهم صح هدف لاش حاطط موازين تحقق اللي بغينا نقولوا لكم الناس اللي كيتم اننا بارطاجيو باش توصلوا هذه الرساله هذه للناس اللي غادي يحضروا هاد الاسبوع هذه بالله راه الحضور ضعيف ما تمشيوش تحشموا راسكم ما تمشيوش تعطيو قيمه للموازين راه واحد راهم غيعطيوكم عروض راهم يقدروا يوزعوا لكم 100 درهم 200 درهم باش تجيو ما تنصاعوش لهذا الشيء يقدر الاعلام يقدر يدير لكم لا دوزيم ولا ار تي ام ولا واحد اخرى ولا شوف تي في ولا اسبريس يقدروا يغشوكم ما تغشوش شوفوا ما تكتوش بينا ماشي مشكل اتصلوا بالناس اللي في الرباط اللي عندكم جمعوا وسيروا الموازين باش تبينوا لهم راه كذا هذاك غير شفار المقاطع ما تمشيش اخويا ما تمشيش تتصور ما تمشيش الكاظم الصحيح حضور ضعيف جدا جدا ديالو باين وكانه واحد الميتم او لعيد ميلاد ديال طفل صغير لا حول ولا قوه الا بالله تفاعل ديال الجمهور باهت ما كاينش تفاعل والو هادشي كنقول لكم نتوما اللي درتوه بغيتكم تكملوا هاد الاسبوع هذا مازال خص التعبئه تكون مازال لي فيديوهات يكونوا صافي بارطاجيو الماكسيموم باش يوصل صوتكم نتوما ما توصلوش صوتنا حنا حنا ما غنبانوش الصوت انه والو كاظم الصاهر كنعتذروا كاظم الصاهر خويا مجيب باش نخليو شي اخرين يطلعوا تفضل بعجاله نعم بعجاله الاخوان انا عندي رساله كل واحد فيكم انا مؤمن يعني اشد ما يكون الايمان ان كل واحد فيكم مؤمن بنفس الرساله وهي اليوم نحن هما شعب المداويخ نحن شعب المداويخ يعني عانقنا التاريخ احنا شعب المداويخ عانقنا التاريخ يعني بكل فخر يمكن لنا كمغاربه نفتخروا امام العالم لان هذا المهرجان هذا لحسن الحظ ان كاين قنوات عالميه اللي كتنشروا حاتيب فضيحته في كلاكل في كلاكل يا حبيبي هذا الشعب المغربي واش انت اللي كتقول انا كان ابي وانا با وانا با ادخل حنيني هالمعركه ها هما وراو الكذابه كاينين فيديوهات كتوثق بانه الشعب المغربي ديال المداوخ ديال بصح اللي كيرفد الهم للكرا وكيرفد الهم للقفه ما مشاش لتما اليوم ما حدش كيقول بغيت صحه بغيت تعليم بغيت كذا حنا صافي الرساله وضحات خاصكم غير تلتقطوا هيا الهمال شوف الضربه القاضيه هي من غيجيو المغنيين العالميين اللي ماشي العرب هنا اللي غتكون الضربه القويه اما كاظم الصاهر ربما انه كيعرف العربيه احلام كتعرف العربيه كيرسوا الشباب بالعربيه وفاهم الموضوع متوقع انه الحضور غيكون ضعيف المشكل الكبير هما المغنيين العالميين اللي غتكون عندهم واحد شوف اقسم بالله اخوتي كنعاود نحلف لكم وعارض اش تنقول درتوا واحد الخدمه كبيره مازال ملي غيكونوا المغنيين العالميين الامريكان او الفرنسيين او الناس ديال الهيب هوب او الراب ما في غتكون الضربه القاضيه لانهم ما عندهمش متابعين كثار في المغرب ما عند... يعني عندهم واحد الناس قليل ربما غيتابعوهم 100 200 300 ضعيف ضربه قاضيه الموازين بكل المقاييس ضربة لهاد الناس هادو اللي احتقروا الشعب المغربي على انهم إيه ما كيهتموش لينا على انهم وادو عا كيخربقوا ها هما وراوكم الخبر ها الله راه يرضي جمعتو لا من عند السبونسر ولا من عند اف اي ولا اسمح لي ها الملايير اللي جمعتوها ها هي كتعطيوها فابور ها هو الهدف ديالكم باش تبينوا للشعب او للعالم ان المغرب راه عايش في رفاهيه هادو ما كتفرشوا ها هي اخر ضربه او اخر موازين غيكون هذا العام ديال 2018 بغيت نقول لكم اللي مقاطعين بارطاجيو وصفوا الفيديوهات اللي كتقول انهم مقاطعه موازين باش نزيدو نضغطوا عليهم بغيت نقول لهم الار تي ام ودوزيم اعلام البديل اقوى منكم اقوى من تفاهاتكم الصوره الحقيقيه هو اللي كيوصلها الفيسبوك هما اللي كيصوروها الناس ديال الفيسبوك انتم فقط اعلام فاشل الإعلام كتبصوا الدماء وهالصورة واضحة هالمعركة باهية شكون اللي ربح فيها هما اللي ربحوا باقي المقاطعة غاتجي نهار اللي غيتثبت أنه ولا غيتقرر أنه القاطعوا دوزيام ولا الإر تي إم هذيك هي الضربة القاضية باش نبينوا لكم بلا المغاربة واو عاقوا بكم التفاهات ديالكم ما بقيناش قابلينها باقي جايين الضربة القاضية هي زيدوا ركزوا بارطاجيو عاونوا الشباب اللي كيبارطاجيو الفيديوهات اللي كتبين
والو موازين والو ما فيش، بارطاجيو هادشي باش يوصل العالم، الناس اللي عايشين في برا، باش الاعلام العربي حتى هو يوصل صوتكم، حتى الاعلام الغربي حتى هو يوصل صوتكم، واللي من فراغ اللي كتعرفوا موازين حاليا، هذا هو الهدف اللي كنقول لكم، بارطاجيو.